تظاهرة احتضنتها سماء الفاية، تلك البقعة الممتدة في عمق التاريخ والتي تعانق قمم جبالها السماء الصافية لترسم اللوحة الأجمل التي دخلت متحف التاريخ السياحي كمزار وكبقعة طبيعية للتخييم، ودخلت الموسوعة الرياضية كمسرح لعالم الطيران الشراعي الآمن، وهو ما جعلها محط أنظار الإعلام بكامل فئاته، وهي تستضيف كوكبة طياري الشراع في العالم، جاءوا من كافة أنحاء المعمورة للمشاركة في الحدث الدولي، بطولة الشارقة الدولية الثانية للطيران الشراعي، والتي أقيمت تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد الشارقة، والمشاركة 70 طيارا شراعيا من 17 دولة. البداية كانت رحلة التعرف على أجواء الفاية لمن جاءوا للمرة الأولى للمنطقة، حيث شهدت جبالها رحلات الصعود لأعلى قمامها من المشاركين بغرض استطلاع الأجواء وقوتها واتجاهاتها. وقد قدمت اللجنة المنظمة كل التسهيلات الخاصة لهذا الغرض، حيث أمدت المتسابقين بالنشرة الجوية بصفة دورية، كما وفرت لهم أجهزة أنيميتر التي تظهر للمتسابق سرعة الرياح قبل القفز لتعينه على اتخاذ الاتجاه الصحيح نحو الهدف أثناء الهبوط. كما وفرت اللجنة المنظمة جهاز الاتزان الذي يمكن المتسابق من ضبط وزن جسده مع وزن الباراشوت لتمكينه من السيطرة الكاملة أثناء عملية الهبوط من أعلى الجبل. شهد اليوم الأول من البطولة إجراءات الفحص الفني من قبل لجنة الفحص في البطولة، ثم إجراءات التسجيل للطيارين الذين تخطوا الفحص بنجاح، لتبدأ بعدها عملية القرعة وتوزيع المتسابقين على كشوفات المشاركة من خلال القرعة استعدادا لخوض الجولات الست من البطولة الثانية. وقد أعطت اللجنة فرصة لجميع المشاركين بإجراء التجارب غير الرسمية وفي حضور كامل اللجنة الطبية التي وفرت مستشفى متنقل جاهز أفراده للتدخل السريع في حالة حدوث أي ظرف طارئ، لتبدأ بعدها سماء الفاية بالتلوين، حيث الأشرعة بألوانها تعانق الجبال لترسم مشهدا بديعا متناسقا باركته اتجاهات الرياح التي كانت مناسبة لأجواء التجارب. عاشت الأطقم المشاركة الأجواء، وبدأ صيد الأماني يخرج من تصاريح الفرق والأفراد قبل انطلاق الفعاليات، وعشنا معهم لحظة بلحظة عالم التوقعات وخرجنا منها بكم من التفاؤل. اسمي ذهيب سيد ظفار من دولة باكستان، وأنا عضو في الفريق المشارك الذي يمثل باكستان في هذه البطولة التي تنظم بشكل رائع وعلى أعلى درجات الاحترافية. شاركت في العديد من البطولات في تركيا وتايلاند، وجئت إلى الشارقة لأول مرة بعد أن سمعت عن قدرتها العالية في التنظيم. قمت بإجراء العديد من التجارب وسط كوكبة من نخبة نجوم العالم، اندهشت بالأجواء هنا وأتمنى أن أقدم أفضل ما لدي. Team Flying Pakistan Zindabad. متواجدين في بطولة الشارقة الثانية، طبعاً هذه تعتبر المشاركة الثانية لنا. العام الماضي شاركنا في البطولة، كانت بطولة أكثر من رائعة من تنظيم وضيافة، يشكر عليه اتحاد الإمارات والقائمين على التنظيم. حصلنا العام الماضي على الترتيب الثاني في الفردي عن طريق الكابتن علي عبد العزيز النجيمي، والترتيب الثاني كفريق نادي عسير الرياضات الجوية. العام هذا داخلين بمجموعة كبيرة من المملكة العربية السعودية، نمثل فريق واحد إن شاء الله للمملكة العربية السعودية إن شاء الله، ونتمنى يكون حظوظنا هالسنة طيبة إن شاء الله. هذه بالنسبة لنا ثاني مشاركة في بطولة الشارقة للباراجلايد، والسنة الماضية كان عندنا نتائج ممتازة جداً، والسنة هذه نطمح أن نكون إن شاء الله ناخذ مراكز أفضل من السنة اللي طافت سواء على مستوى الفردي أو الفرق. بدأنا طيران الشراعي الحر في الإمارات من أكثر من 10 سنوات،
خاصة في هذا الموقع. بدينا الطيران فيه من 2008 تقريبا، خضنا مشاركات كثيرة عالمية، شاركنا في بطولات عالمية، كنا هني مشاركين في بطولة الشارجة للطيران الشراعي النسخة الأولى، وحصلنا على مستوى الفرق المركز الثالث، وإن شاء الله نطمح السنة لمراكز متقدمة إن شاء الله على المستوى الفردي ومستوى الفرق. صار لي من 2005 في طيران شراعي، وهذا ثاني مشاركة دولية في إمارة الشارقة. السنة اللي فاتت كان إن شاء الله النتائج طيبة، كانت لنا جبنا مركز الثالث، وهالسنة مع وجود نخبة من الطيارين حول العالم اللي مشاركين يكون التحدي صعب، بس ثقتي بالشباب الموجودين وفريق الإمارات مقسمين على فريقين إن شاء الله متوقعين نتائج طيبة. التدريب شيء كان إيجابي، أمس كان مركزين في التدريب ونزولنا للهدف، وهالأشياء خلينا نعرف بيئة المكان ونعرف طبيعة الهواء ونعرف التغيرات الموجودة، يعزز من نتائجنا من حصول إن كانت المسابقة قائمة نقدر نوصل لأرقام طيبة إن شاء الله. نعم، لغة التفاؤل كانت سائدة لدى المشاركين، وكانت كذلك لدى اللجنة المنظمة التي استفادت كثيرا من تجارب البطولة الأولى العام الماضي، واستحدثت الكثير من التقنيات في البطولة الثانية، مما أثار اندهاش من سبق له وأن كان طرفا في النسختين الأولى والثانية. وهي البطولة هي بطولة الباراموتر الباراجلايد، والبطولة هذه طبعا انتشرت في اللواني الأخيرة في جميع الدول الخليج، ولكن النوع الفريد أنه في الإمارات كمتسابقون كسباق كنزول على نقطة الهدف. فهذه البطولة لها الدور الثاني في منطقة المليحة. منطقة المليحة تتميز بمنطقة طبيعية جدا، وتساعد جميع المتسابقين بالحصول على الجوائز والحصول على الفوز في هالمكان، ويشمل جميع التضاريس الطبيعية، فالطائرة والمتسابق يحصل فيها فرصة الطيران وتألق بالأجواء هذه، ويكون له الحظ إن شاء الله يحالف الحظ في الفوز. لا شك هالمنطقة تتميز ب روعة بجمالها الطبيعي دون تدخل الإنسان في تكوينها، ولكن هي تتميز جدا طبيعيتها، ويصير المتسابق يكون مرتاح نفسيا على المكان، يكون المكان ملائم للطيران، ونقدم بعد الأماكن المكان جدا روعة يعني. فهي المنطقة الوحيدة اللي في الإمارات تقريبا بهالشكل هذا، والسيفتي هذا ومكانها جدا غريب من المنطقة، على الجميع الحصول على المكان أو موقعها. والله اللي حصل أن المشارك كان العام كان يشوف المنطقة غير مكتملة، ولكن السنة لما جاء تفاجأ بسرعة الأداء وسرعة توفير المكان وتجهيز المكان بطريقة أكبر عن العام. طبعا ان شاء الله على استمرارية البطولات ومشاركات، وبعد لا ننسى الدعم الحكومي والدعم الشيوخ في هالرياضة، ومساهمتهم هي اللي تزودتنا تجهيز المكان للأحسن والأفضل. البطولة الدولية الثانية لم تكن قوانينها بغريبة على كل من قدر له المتابعة من الجماهير، سواء تلك التي ستتابع عن كثب من موقع الحدث أو تلك التي تتابعها عبر الشاشات. لذلك حرصنا كجهة إعلامية أن نلقي الضوء عن الكيفية التي بها ستحتسب النقاط لكل الأطقم المشاركة كأفراد أو كفريق، وعبر عضو اللجنة الفنية المخول من قبل الاتحاد الآسيوي. أنا متواجد في البطولة كعضو في لجنة الإشراف والتحكيم. قانون البطولة في غاية البساطة والفهم، ومستمد من القانون الدولي لهذه الرياضة. فالمتسابق الذي يقوم بالتحليق في الجو عليه أن يهبط تجاه الهدف المرسوم على الأرض، وهناك آلة تحدد بعد المتسابق عن الهدف، ثم يتم قياس المسافة بدقة
لنحدد بعدها الفائز من خلال جمع نقاطه في الجولات التي شارك فيها. بدأت عقارب الساعة تتجه لموعد الانطلاقة، حيث كانت البداية باحتفالية افتتاحية جعلت من البطولة تلبس ثوب العرس لما صاحبها من استعراضات كانت الأجواء مسرحها والرمال لوحتها والألوان زخرفها. وبحضور من قادة القرار الرياضي في إمارة الشارقة يتقدمهم سعادة عيسى هلال الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي ونصر حمود النيادي رئيس اتحاد الرياضات الجوية وسلطان الكتبي رئيس المجلس البلدي بمليحة وعدد غفير من المسؤولين والمهتمين بالرياضات الجوية. البداية كانت بمهرجان مصاحب للحدث الدولي ومتناسبا مع أجوائه، حيث استعراض للطيران الشراعي بالمحركات استخدم فيه علم الدولة المنظمة واسم البطولة، أعقبه حركات بهلوانية في الجو على ارتفاع 1000 قدم من بطل الاستعراض العالمي الإسباني خافير لوبيز، والذي اختتم استعراضه بالهبوط التدريجي قرب نقطة الهدف بدقة صاحبها عاصفة من التصفيق من قبل الحضور. يأتي بعده استعراض بطل جنوب أفريقيا للدراجات النارية المتسابق أرمين، والذي قدم مهاراته في السرعة على الكثبان الرملية والقفز فوق رمالها. عقبه عرض رائع من طارق السعدي البطل العالمي في الطيران اللاسلكي الذي يتم تحريكه عن بعد، حيث برع مجموعة من الشباب في ترويض نماذج الطائرات المروحية بأسلوب حرفي جذب إعجاب الحضور. زايد في القلب كانت فقرة الختام للكرنفال المصاحب للحدث، حيث لوحة رسمها القلب قبل أن ترسمها الريشة ظهر فيها أنامل رسام تخط بإيحاء من القلب صورة لباني الأمة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وفي زمن قياسي أظهر مدى ما تدخره القلوب من حب لراعي النهضة. ما تقدم من إبهار في المهرجان الافتتاحي برهن بأن اللجنة المنظمة أرادت أن تجعل من البطولة الدولية شهادة ميلاد يضع الفاية كقبلة للطيران الشراعي، لذلك حرصنا على معرفة الانطباع للأجواء العامة للبطولة من البهلوان الإسباني خافير والذي يتواجد للمرة الثانية في البطولة. I'm very happy to be here in the second. أنا سعيد لمشاركتي هنا في بطولة الشارقة. أنا من مالاغا الإسبانية ومحترف في قيادة الطيران الشراعي. جئت إلى هنا لتقديم عروض للجماهير من خلال استعراض أكروباتي في الجو ومن خلال الطيران الشراعي بالمحركات. المكان صراحة هنا رائع بالنسبة لي. في العادة لا يتوفر لي ارتفاع شاهق. لأتمكن من حرية الحركة في الجو. هنا سأحلق على ارتفاعات 1000 متر، وهي مساحة تسمح للحركة الاستعراضية، بينما أقل من هذا الارتفاع ربما يعرضني للمخاطر. حفل الافتتاح وما صحوه من كرنفال ترك الأثر الكبير لدى القيادات الرياضية التي حرصت على التواجد في منطقة الفاية، والتي وثقت على جمالية الأجواء بكلمات نستمع للبعض منها. الحمد لله رب العالمين. صراحة أنا ما كنت أتوقع الأجواء الجميلة هذه. يمكن نحن ما زلنا نعيش أصداء استضافة الشارجة مجموعة في كأس آسيا وتميز فريق العمل بشهادة الجميع، واليوم هي أشوف تميز آخر من مجموعة من الشباب ما شاء الله المتخصصين خلنا نقول والمحترفين. سعيد جدا بالتواصل مع الأخ نصر نيادي رئيس لجنة منظمة للبطولة والأخوة الأعضاء، وشفنا ما شاء الله يعني تتكلم عن 70 مشارك من 40 دولة. الموسم البطولة الأولى كانوا 40 مشارك من 17 دولة، تتكلم عن رقم ضعف مرة ونص، وهذا شيء يعني مؤشر إيجابي أن البطولة الأولية حققت نجاح كبير وأصداء على مستوى العالم، لأن الدليل وجود
يعني هاي نخبة من اللعبة. أما فيما يتعلق بالسياحة ففضل من رب العالمين ممكن الإمارة عندها سياحة نوعية مش سياحة عامة. أهل البر لهم مكانهم وأهل البحر لهم مكانهم وأهل الألعاب المغامرات خلنا نقول لي مثل هاي لهم مكانهم. وما شاء الله يعني فريق العمل صراحة منظم البطولة بشكل كبير والأمانة أنا تفاجأت بأدائهم يعني. وبعدين يمكن اللي عطى زخم للبطولة أكثر رعاية سيدي سمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي ولي عهد نائب حاكم إمارة الشارقة دعم للبطولة للسنة الثانية. يعني هذا بحد ذاته قيمة مضافة للسباق والحمد لله. يعني للأمانة يمكن حضوري اليوم وسع آفاقي فيما يتعلق برياضات المغامرات وفي توجه إن شاء الله في مشاريع مستقبلية مدعومة من سيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد. لأن دائم يقول يعني تعرف هي صاحب رؤية يعني يقول الأندية ما بتقدر تستوعب كل الأولاد عرفت. فيجب أن نبحث عن رياضات ثانية مختلفة يعني فيها طابع المغامرات لأن ألعاب المغامرات ورياضة المغامرات تكسب الأولاد سلوكيات ومهارات وتبني شخصية قيادية يعني متعودة على التحديات. فالأجواء اللي مثل هاي نشوف المنطقة صحراوية وعرة خلفك جبال فيها كهوف فيها تضاريس طبيعة مختلفة الأولاد يطلعون من البيت. إحنا الآن قد ما نسعى نحاول إن نخلي نرعى المجتمعات هذه بحيث أن نكون عندنا بدائل أكثر عن الأندية. والإمارة الحمد لله حبلة بالأنشطة يعني بس إذا نتكلم عن الأندية الرياضية في الإمارة 21 نادي رقم ما شاء الله كبير يعني. فوق هذا سيدي صاحب السمو حريص جدا على تنوع الرياضات الموجودة والله يحفظه دائما يحتوي أي مجتمع جديد طالع يعني مثل هذا المجتمع طير الشراعي ثق تماما ما بتعد سنة بل أكيد بنشأ نادي أو جمعية تحتوي الأولاد هذه لأصحاب المواهب هذه. ومن رأس الهرم الرياضي في الإمارة الباسمة إلى من يقود رياضة الأجواء نصر النيادي الذي بدوره عاش النسختين الأولى والثانية ولخص حجم العمل المبذول في تلك الرياضة وشهدت النجاح التي وضعت منطقة الفاية كمسرحا دوليا ساهم في جذب ضعف العدد الذي شارك في البطولة الأولى. كانت البداية السنة الماضية قمنا بتنظيم أول بطولة باراجلايدينج لأنه يعتبر المكان هذا جبل الفاية من أفضل الأماكن للباراجلايدينج ومكان سياحي طبعا فيه دمج بين الصحراء والجبل فهذا طبعا أو تضاريس تفيد الطيار. كانت عندنا في البطولة الأولى 40 متسابق من 18 دولة. البطولة الثانية الحمد لله زاد العدد وصل إلى 70 متسابق من مختلف دول العالم وهذه إشارة طيبة إن شاء الله في المستقبل راح نطمع أن نوصل للعدد 100 فما فوق. الحمد لله المكان صار مشهور عالميا الحين والمكان هذا صار أيضا على خارطة الهواية هذه هواية الباراجلايدينج. فإن شاء الله نتأمل السنة القادمة تكون البطولة أفضل وأفضل بدعم من شيوخنا وطبعا توصية قادتنا أن دائما دولة الإمارات العربية المتحدة في المركز الأول إن شاء الله. إن شاء الله خطة مستقبلية أن تكون أو تكون لدينا كوادر وطنية تمثل دولة الإمارات في هذه الرياضة وراح إن شاء الله نتمنى من طبعا من مجلس الشارقة الرياضي أن يدعم الفكرة هذه أيضا لأنهم اليوم كانوا موجودين وحاضرين ضمن الافتتاح أن يكون نادي رسمي ومن هذا النادي إن شاء الله راح ينتج أبطال يمثلون دولة الإمارات في سواء كانوا محليا أو عالميا. أعطيت إشارة الانطلاق للجولات الست وتلونت الأجواء بألوان المظلات وبدأت حرفية الطيارين في تطويع الأجواء وبدأ منذ البداية براعة الأداء التي يتميز بها الفريق السعودي المشارك سواء على صعيد الأفراد أو الفرق حيث برع أفراده في الهبوط على نقطة الهدف في الجولات الأولى
كما كان الحماس الزائد سببا في فقدان احد الافراد توازنه عند نقطة الهبوط، مما تعرض لسقوط مفاجئ تعاملت معه لجنة السلامة بحرفية وسرعة ليعود مجددا لفريقه. الممتع في إثارة المنافسات أن اللجنة المنظمة للبطولة عايشت الجماهير المتابعة للحدث لطبيعة المنافسة وكيفية احتساب النقاط لكل متسابق، حيث أرضية الهبوط في وسطها نقطة سوداء والتي تعني الهبوط عليها صفرا من النقاط، بينما الهبوط حول النقطة السوداء يمنح له درجات تتفاوت حسب المكان الذي يهبط عليه الطيار. وبالطبع من يحصل على صفر من النقاط هو البطل، ويأتي من بعده الأقل من النقاط وهكذا.
لم تكن جولات البطولة ببعيدة عن مبدأ الإثارة التي افتعلها الأداء تارة والحظ تارة أخرى، ولكن بنسب متفاوتة. والسبب الطقس وتغير شدة رياحه وبين القوة والضعف. فهناك من روض الظروف لصالحه وأتقن التعامل مع المتغيرات ونجح للهبوط عند نقطة الهدف، وهناك من أثرت الرياح في ابتعاده بقليل عن الهدف، وهناك من خرج تماما عن موقع الهدف، لتأتي النتائج في النهاية لتنحاز للطيار العربي السعودي نواف الرحالي الذي تغلب على طياري بلغاريا في الجولات الست ونال النقاط الأقل ليتوج بطلا للنسخة الثانية للبطولة الدولية للطيران الشراعي، بينما البلغاري فاليري تيسوفين جاء وصيفا وحل مواطنه يازين نشيف في المركز الثالث، وذلك على صعيد المنافسات الفردي. أما على صعيد منافسات الفرق فقد نال الفريق البلغاري النقاط الأقل وتوج بلقب الفرق، بينما جاء فريق نادي الطيران السعودي ثانيا وحل المنتخب السعودي ثالثا، لتكون كيكة النسخة الثانية مقسمة بالتساوي بين طياري السعودية وبلغاريا. فرحة التتويج بلقب النسخة الثانية لم تكن حكرا على من صعد المنصة، بل كانت فرحة لكل من دون بأحرف اسمه في البطولة الثانية والتي حظيت بكم الإشادة من المتسابقين ومن الأسرة الدولية التي اعتبرت الفاية مسرحا دوليا للبطولة التي دخلت الأجندة الدولية من الباب الواسع. الحمد لله على توفيقي في تحقيق البطولة، بطولة الشارقة الثانية. ما شاء الله تبارك الرحمن، بطولة قوية كان رتمها عالي. الشكر، كل الشكر للمنظمين والقائمين على هذه البطولة، على رأسهم بكل تأكيد الكابتن نصر النيادي، كذلك الأستاذ عبيد المنصوري. إن شاء الله من تطور إلى تطور، إن شاء الله نشارك في بطولات ثانية تنظمها الإمارات الحبيبة وإمارة الشارقة. ستبقى الإمارات مسرحا للتفاخر لكل حدث رياضي، وستظل الشارقة بمواقعها السياحية منارة لعالم السباقات غير التقليدية، وستظل قمم جبالها شامخة في وجه التاريخ تروي قصة التحدي بين الإنسان وحضارة الصحراء.